من إلى رحمته المفار ومن إليه يلجأ المضطر ويا قريب العفو يا مولاه ويا مغيث كل من دعاه بك استغاثنا يا مغيث الضعفاء فحسبنا يا ربي أنت وكفى فلا أجل من عظيم قدرتك ولا أعز من عزيز سلطاتك لعز ملكك الملوك تخضع تفيض قدر من تشاء وترفع والأمر كله إليك رده وبيديك حله وعقده واقض رفعنا أمرنا إليك واقض شكاونا ضعفنا عليك وارحمنا يا من لا يزال عليما بضعفنا ولا يزال رحيما انظر إلى من سنا منه ورى فحالنا من بينهم كما ترى قد قل جمعنا وقل وفرنا وانحطم بالجمع قدرنا مستضعفون شكدا وشدا مستنقصون عدة وعيدا فنحن يا ملكه لا يسلب ذن بجائك الذي لا يغلب إليك يا غوث الفقير تستن عليك يا كف الضعيف نتم أنت الذي نجو لكاشف الغمرات أنت الذي نرجو لدافع حسرات أنت العناية التي لا تقتجي حماية من غير بابها تجي أنت الذي نسعى بباب فضله أكرم من أغنى بخير لي أنت الذي تهدي إلى ضلال أنت الذي تحفو إذا زللنا وزدت كلما خلقت علما ورأفة ورحمة وحلما وليس منا بالوجود أحقر ولا لما عندك منا أفقر يا واسع الأحسن يا من خيره عم الورى ولا ينادى غيره يا مقيد الأبقى ويا حنان يا مجيا أنت ويا منان ذاق النطاق يا سميع يا مجيب عز الدواء يا سريع يا قريب وقد مدد ربنا الأكوفا ومنك ربنا رجاءنا اللطفا فاطلب بنا بما به قضيتا وارضنا بما به رضيتا وأبدل اللهم حال عسري بنسر وابن بريح النصر واجعل لنا على البغاة غلبا واصر أذى الشر على من طلبا وقر عندنا يا عزيز يا رب يسر أحلامه ويوسف الضغى واحجز مراده وحيز يوم وزم جيوشا وهاب صدر يوم وأبشر ما في نقمة فإنهم يجزون نقلة يا ربي يا ربي بحبل عصمتك هل أنصرنا وبعز نصرتك فكن لنا ولا تكون علينا ولا تكلنا طرفة إلينا فما أطقنا قوة للدافع ولا استطعنا حيلة وما قصدنا غير بابك الكريم وما رجونا غير فضلك العميم فما رجت من خيرك الظنون بنفس ما تقول كن يكون يا ربي يا ربي بك التوصل لملكك وبك التوسل يا ربي أنت ركننا الرفيع يا ربي أنت حصننا المنيع يا ربي يا ربي أنيلنا الأمن إذا ارتحلنا وإذا أقامنا يا ربي واحفظ زرعنا وضرعنا وفتج جارنا ووافر جمعنا واجعل بلادنا بلاد الدين وراحة المرتجي والمسكين واجعل لها بين البلاد صولا وحرمة ومنعة ودولة واجعل من السر المصون عزها واجعل من الستر الجميل لحرزها واجعل بصاد وبقاف وبنون ألف حجاب من وراء يكون بجاه
وجه نور وجهك الكريم وجه سر ملكك العظيم وجه لا إله إلا الله وجه خير خلقه رباه وجه ما به دعاك أنبياء وجه ما به دعاك أولياء وجه قدر القطب والأوتاد وجه حال الأرش والأحباد وجه الأخيار وجاه النجبا وجه الأبدان وجاه النصبا وجاه كل عابد وذاكر وجاه كل حامد وشاكر وجاه كل من رفعت قدره ممن سترقه وجاه آيات الكتاب المحكم وجاه الاسم الأعظم معظم يا ربي يا ربي وقامنا فقرا بين يديك ضعفاء حقرا وقد دعوناك دعاء من دعا رب كريم لا يرد ومن سعى فاقبل دعانا بما في الفضل قابل من الله عيسى بالعدل وامن علينا منة الكريم واطب علينا أطفة الحليم وانشر علينا يا رحيم رحمتك وابسط علينا يا كريم نعمتك واغفر لنا في سائر الأقوال واغفر لنا في سائر الأفعال يا ربي واجعل دأبنا التمسك بسنة المرأة والتنسك واصل لنا أغراضنا المختلفة فيك وعرفنا تمام المعرفة واجمع لنا ما بين علم وعمل واصرف إلى دار البقاء من الأمل واجمع لنا يا ربي نجل السهداء واختم لنا يا ربي خاتم الشهداء وانهج بنا يا ربي نجل السعداء واختم لنا يا ربي خاتم الشهداء واجعل بنينا فضلاء صلحا وعلماء آملين نصحا واصلح اللهم حال الآل ويسر اللهم جامع الشامل يا ربي وافتح فتحك المبين لمن تولى واهزتينا وانصره يا ذا الطول وانصر حزبه واملا بما يرضيك عن قلبه يا ربي وانصر ديانا المحمدي واجعل ختام عزه كما بدي يا ربي وانصر ديننا المحمدي واجعل قدام عزه كما بدي واحفظ يا ربي بحفظ علماء وارفع منار نوره إلى السماء واعف وعاف واكفي واغفر ذنبنا وذنب كل مسلم يا ربنا وصل يا ربي على المختار صلاتك الكاملة المقدار صلاتك التي تفي بأمره كما يليق بارتفاع قدره ثم على الآل الكرام وعلى أصحابه القر ومن لهم تلا تمام